معكم من الموسم الثاني من علمك شوف لبنان لوين. الرئيس نبيه بري رجل وفي مع أزلامه، بحافظ عليهم ويدعمهم في السراء والضراء لأنهم سبب بقائه في الرئاسة. أزلامه هم حلفائه وكبار موظفين الدولة وبعض رجال الدين وأتباعهم. هيدا السبب بخلينا نفهم ليش نبيه بري متمسك بتكليف الحريري رئيس الحكومة، بالرغم من أنه سعد الحريري نفسه سبق أن استقال من رئاسة الحكومة رغماً عن إرادة بري، وهو المسؤول الأول عن السياسات السابقة للحكومات الفاشلة. إذن هيدي المنظومة الفاسدة التي تتحكم بالبلد ومتغلغلة في جميع مؤسساته تشكل أخطبوط واحد، عقله المدبر معروف وهو الذي يتحكم بجميع مفاصل الدولة، وعلى هيدا الأخطبوط المحافظة على جميع أجزائه كي لا يخسر جزءاً تلو الآخر. فالتسوية اللي صارت بين بري والحريري كناية عن إبقاء سعد الحريري رئيس الحكومة ونبيه بري رئيس مجلس النواب. لذلك لا مانع من بري أو الحريري إجراء انتخابات بموعدها لطالما التسوية بيناتهم موجودة على حساب الشعب اللبناني وعذابه، وسوف تترجم هذه التسوية بالانتخابات القادمة. فيا شعب لبنان المذلول، هذه الطبقة الفاسدة ستبقى متمسكة ومسيطرة على الدولة طالما أنها متحالفة فيما بينها ولا خلاف على الحصص بيناتهم. تأليف حكومة يرأسها سعد الحريري تؤدي إلى استمرارية الفساد والانهيار وزيادة في الدين العام، لأنها حكومة الطبقة السابقة نفسها، يعني الأشخاص الفاسدين نفسهم رح يبقوا بمراكزهم. لطالما في خلاف بين التيار المسيحي الأول العونية من جهة وبين أكبر كتلة عند السنة الحريري وأكبر كتلة عند الشيعة نبيه بري من جهة تانية، يجب استغلال هيدي الفرصة وتوحيد الصفوف وتبلشوا ثورة حقيقية قبل ما يتصالحوا يلي نهبونا سابقاً ويرجعوا يتفقوا علينا مثل ما صار من قبل. صار الوقت أن يشكل المجتمع المدني تجمع حضاري موحد والتحضير لانتخابات نيابية بوجه الطبقة السياسية لخرق المنظومة الفاسدة بقوة وإيصال صوت الضمير إلى كل دول العالم المتقدمة يلي قد تساعدنا إذا حسوا برغبتنا أنه فعلاً نريد لبنان بلداً حراً يحترم المواثيق الدولية، لا شعباً متمسك بزعماء يشحدون على اسمنا دون تحقيق وعودهم. وإلا أيها اللبنانيون يلي عم تنزلوا أمام محطات الوقود والمستشفيات والصيدليات والسوبر ماركات و و و، تعودوا على هيدا النمط من الحياة وما تنسوا تقوصوا عند انتخاب بري لرئيس مجلس النواب مرة جديدة وتكليف الحريري مجددا. هذا كان كل شيء. دمتم سالمين.